السلام عليكم، بارك الله فيكم جميعا. هذا واحد البث مباشر. يعني صراحة الموضوع الرئيسي هو أن كاينه واحد هناك عفوا هناك مجموعة على الفيسبوك، عفوا، تنتحل يعني اسمي، يعني سميت باسم عبد الصمد الجزولي، وهذه المجموعة لا علاقة لها بي. يعني صراحة يعني وصلتني أخبار بأن ربما بها أزيد من 20,000 عضو، يعني نفس الاسم عبد الصمد الجزولي. والغريب في الأمر أن نفس اللوغو أو الشعار، مع العلم أنه ليست لي به أي علاقة. فمن خلال هذا البث أود أن أخبر جميع المتابعين الذين يتابعونني على مجموعتي على الفيسبوك بأنه لدي مجموعة واحدة فقط بها أزبد عفوا بها أزيد من 100,000 متابع أو منخرط. أما المجموعة الأخرى التي بها أزيد من 20,000 لا علاقة لي بها، لأن ما الشيء الذي جعلني يعني يثير انتباهي أن هذه المجموعة موجودة، وهو أنها هي التي كانت سبب في تسريب خبر أو إشاعة وفاة المهندس أحمد تحسين رحمة الله عليه. إذا من هذا المنبر أؤكد خبر أن إشاعة خبر وفاة المهندس أحمد تحسين رحمة الله عليه كاذبة، هذا خبر كاذب. إذا أتمنى أن أغتنم هذا البت وأخبركم بأن خبر إشاعة وفاة المهندس أحمد تحسين وخبر كاذب لا أساس له من الصحة. ويقال بأن هذا الخبر خرج من هذه المجموعة التي يعني سميت باسمي، وحتى الشعار الخاص بي تم وضعه عليها. أنا الآن هي أمامي الآن، يعني سأقوم بوضع الرابط على المجموعة، و أود أن أخبر هذا الشخص الذي وضع أو قام بإنشاء مجموعة باسمي والشعار بشعاري، أقول له جزاك الله خيرا أن تزيل اسمي، أن تزيل الشعار، جزاك الله خيرا. يعني صراحة لا أسمح لأي شخص أن ينتحل صفتي وأن يجمع الناس وأن يصنع مجموعة. هذا ليس منطقي وليس حق، ليس من حق أي شخص أن ينتحل صفة أو شخصية شخص آخر. فهذه مجموعة الآن هي باسم عبد الصمد الجزولي وبشعاري، وهي الآن بها أزيد من 20,000 منخرط. والله مشكلة كبيرة والله. والمصيبة الكبرى وهي أن هذه المجموعة قامت هي الأولى على حسب المعلومات التي وصلتني، هي التي سربت خبر وإشاعة وفاة المهندس أحمد تحسين. والله هي مشكلة، هذه مشكلة. يعني والمجموعة باسمي وأنا لا خبر لي عنها، لا أعلم شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فأتمنى جزاكم الله خيرا كل المنخرطين في هذه المجموعة أن يبلغوا صاحبها في أقرب وقت أن يغير الاسم وأن يغير الشعار، أو سيتم التبليغ عنها. يعني سأقوم بالتبليغ عنها حتى تحذف، رغم أنك يا أخي يعني هذا عمل غير أخلاقي، عمل غير أخلاقي أخي أن تقوم به. فلا حول ولا قوة، لكن أخي مجموعتك إن انحرفت عن الإعلانات وأسئلة التعليم. نعم، يعني نتمنى التوفيق للجميع. فهذا يعني كان خبر عاجل يعني بخصوص المجموعة المزيفة أو المزورة، فأنا لا علاقة لي بها. وصراحة هذه أعمال خسيسة وأعمال سيئة. يا أخي اعمل مجموعتك باسمك بسمعتك، ولا تركب يعني على أسماء أو أسماء مستعارة لأشخاص أخرى. فأنت الآن تسيء لي، أنت الآن يعني ساهمت في نشر إشاعة أنا لا علاقة لي بها. يعني قتلت شخص هو حي، يعني تسببت في أذى لأحاسيس وناس آخرين، هذا أمر سيء جدا. وباسمي يا أخي، يعني قبح الله هذا العمل، قبح الله هذا العمل يا أخي الكريم. فمن هذا المنبر نتمنى الشفاء العاجل لأستاذنا ومعلمنا أحمد تحسين رحمة الله عليه، ونعتذر نيابة عن الخطأ الذي وقع أو الكارثة
أن يظهر شخص يقوم بإنشاء مجموعة باسم المستعار وبالشعار الخاص به وأن ينشر هذا الخبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا هذا آخر تحذير من الآن، فغدا غدا إن شاء الله إذا لم يتم تغيير اسم المجموعة وإزالة الشعار سنضطر إلى حذف أو تعطيل المجموعة بتوفيق من الله. إذا ننتقل الآن، لا تنسوا أرجوكم لا تنسوا الدعاء لأستاذنا وحبيبنا الأستاذ أحمد تحسين رحمة الله عليه، فهو يمر بوعكة صحية ووصلتنا أخبار بأن حالته يعني بدأت تستقر والحمد لله، ونتمنى التوفيق للجميع. ونعتذر إذا كان البث غير واضح، فربما الشبكة ضعيفة. بارك الله فيكم جميعا ونتمنى التوفيق للجميع. إذا سنمر إذا كانت هناك بعض الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لك خويا. بارك الله فيك خويا، الله يكرمك. بارك الله فيك. والله عندي مشكلة في جهاز النوت دو، مشكلة الشحن أخي. مشكلة الشحن يصعب علي تشخيص العطل، لأن مسألة الشحن هي لها أسباب كثيرة. لكن أخي مجموعتك إن حرفت عن هدفها أصبحت للإعلانات والأسئلة التافهة والمتطفلين، من المفروض يكون مجموعة محترفين ولها أضمن ومدراء. أخي الكريم، أخي كلما زاد حجم المجموعة، يعني كلما أصبحت المجموعة كبيرة جدا، كلما أصبح التحكم فيها صعب جدا. ومسألة التي تقول أنت متطفلين، هؤلاء ليس متطفلين وإنما مبتدئين كما كنت أنت، كما كنت أنت، هؤلاء مبتدئين. فأنت يعني تعتبر نفسك أنك يعني أصبحت محترف، فبعض الأسئلة تظهر لك تافهة ومتطفلين، ولكننا نعتبرها أسئلة مبتدئين، ويجب على هؤلاء الناس حتى هما مساعدتهم. بالنسبة للإعلانات، لا عيب، لا عيب في الإعلانات إذا كانت في نفس السياق، يعني بيع أدوات صيانة، إعلانات للبوكسات، لا مشكلة. فأنا هدف المجموعة هو كل ما يخص مجال صيانة الهاتف المحمول. بارك الله فيك أخي الكريم. إذا يعني غيرت الآي سي وما ذلك، الجهاز لا يشحن، يعطيني خطأ في الشحن. أخي والله يصعب علي معرفة المشكلة. أستاذ عبد الصمد، نحن نتعلم منك يا أخي، كلنا نستفيد من بعضنا البعض، ونتمنى التوفيق للجميع. بارك الله ورحمة الله عليك. كيف وأنت تقول أنه يمر بوعكة صحية؟ نعم يا أخي، فالأستاذ أحمد تحسين يعني مريضة مرضا، يعني وعكة صحية، والحمد لله هو يتماثل للشفاء، لأن هناك من نشر أخبار كاذبة أنه قد توفي، وكتب أن الأستاذ أحمد تحسين مات، توفي في ذمة الله، وهذا خبر وإشاعة يعني كانت سيئة. وما زاد المشكلة مشكلة، وهو أنها نسبت إلى مجموعة باسمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عفوا. ها بارك الله فيك، رحمة الله عليك. كيف يعني أخي رحمة الله عليه؟ يعني لا أقصد رحمة الله عليه أنه مات، لا لا، رحمة يعني هو أستاذ أحمد تحسين عندما يكون يتكلم يقول الأستاذ أحمد تحسين رحمة الله عليه. هذه الكلمة أخذتها منه شخصيا ومباشرة، وأقولها لأنه يقولها ولأنه يحبها. نعم عبد الصمد مالك هذا النهار سي السفناج أخويا، غير شي وحدين راه داز اخويا، داروا مجموعه، داروها بسميتي انا وباللوغو ديالي انا، وجمعوا فيها اكثر من 20000 واحد، وراه دابا راه روينه تما، راه روينه تما، الله يهدي ما خلق وصافي اخويا. هذا ما كان اخويا سمحم، واخا نعاودوا شويه. بارك الله فيك رحمه الله عليك. عفوا. نعم نعم، نعود الى بعض الاسئله. عفوا. مرحبا اخويا رحمه الله، بارك الله فيك، شفى الله استاذنا. اي نعم يا اخي، شفاه الله في اقرب وقت ان شاء الله. اخي عبد الصمد، بعيد عن مجال صيانته، انت ليش ما تعمل زراعه شعر؟ ها 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 ها. وانت اخي تريدني ان اقوم بعمل زراعه الشعر؟ اخي بالنسبه لي انا لا ارى في ذلك مشكل، لا يهمني حتى ولو اصبح راسي كله اقرع او اصلع، لا مشكله. فهذا أن يكون رأسي أصلع لا يشعرني لا بأي حزن، لا بأي نقصان، لا بأي شيء، لأنني أقدر ذاتي وأحترم ذاتي، ولا مشكلة عندي أن أصبح أصلع، لا مشكلة عندي أن أصبح ضعيف الشخصية، لا، أن أصبح أصلع، لا مشكلة عندي أن أفقد ابتسامتي، لا أريد.
بارك الله فيك أخي الكريم. والصلعة جميلة يا أخي، هذه الصلعة جميلة ويحبها الكثير من الناس، لا تقلق لا تقلق. الدعاء للميت وللحي، نعم يا أخي، الدعاء للميت وللحي طبعا طبعا يا أخي، طبعا الدعاء للحي. بالنسبة من يسألك جي ستم عندي مشكلة حرارة مرتفعة، كيف الحال؟ أخي حرارة مرتفعة في نظام الشحن، في نظام البوردة بصفة عامة، في نظام يعني أي حرارة تقصد، أي حرارة، لأن حرارة لها يعني كما نقول بالضبط، أن تقصد بالضبط. أخي ابن حسين أحمد حسين عمر، فهو الآن أعتقد أنه الآن يشاهدنا، سأحاول إضافته في حدود دقيقتين أو 3 دقائق. أتمنى يا أخي أن تظهر معنا على اللايف، ابن الأستاذ أحمد حسين رحمة الله عليه، بارك الله فيه. إذا حاولت، سأحاول إضافته إذا قبل، إذا قبل حتى يطلعنا عن بعض المعلومات على الأستاذ أحمد حسين رحمة الله عليه. لا أعلم هل وصله النداء أم لا، أتمنى ذلك. نعم عمر، عمر هل أنت معي يا أخي عمر؟ أتمنى أن تلبي النداء يا أخي عمر، وأن تظهر معي على البث المباشر حتى نتواصل معك قليلا. ثم إذا لم تصلك الدعوة يمكنك أن ترسل لي الدعوة، هل هذا ممكن يا أخي؟ نعم سأضيف من جديد، سأضيفك من جديد يا أخي. أخي عمر، أخي عمر أتمنى أن تظهر معي على اللايف. لبي النداء يا أخي، لبي النداء، بارك الله فيك. أخي عبد الصمد يريد زيارتك، مرحبا يا أخي، إذا كنت تريد زيارتي فمرحبا. أنس، والله أنت ابن أصول محترم وشافية، وشفى الله أستاذ المهندس أحمد حسين. أخي عمر سامحني إذا أرسلت لك طلب في هذا الوقت، أتمنى تلبي يا أخي النداء. أخي عمر نحن نحتاج صعودك على البث المباشر يا أخي عمر. ما نفتخر، تعال يا أنس، تعال هنا ورائي ورائي ورائي، تدوز ورائي، تدوز ورائي، تدوز ذاتي، هنا 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 باش تباني، هنا باش تباني. إذا الآن معنا المهندس الدولي والخبير أنس، الذي قريبا سيرعب العالم بأحد الاختراعات الغير المفهومة الغير الواضحة. سأحاول إضافة عمر من جديد، سأحاول نعم إضافة عمر من جديد. مما نفتخر فيك على مستوى الوطن العربي، بارك الله فيك أخي الكريم، بارك الله فيك. أخي عمر أتمنى، أخي عبد الصمد كاش موقع نشري موقع كتير بليتات، أخي راه كاين هناك موقع في المغرب يبيع هذه الأشياء، كاين هناك. أخي أين يمكنني أن أجد شاشات الهاتف الجملة؟ أخي شاشات الهاتف الجملة موجودة في مدينة الدار البيضاء، وموجودة تقريبا في مدينة فاس ومكناس، يعني موجودة موجودة. نعم يا أخي بارك الله فيك، موجودة. عندي مشكلة ريستار جهاز انفينكس 682، رفعت اي سي الشحن والباور والبروسيسور، ما ضبط ايش الحل اخي؟ والله ليست لدي يعني كما نقول جواب جاهز. اولا انا من اشد المشجعين بحضرتكم متابعيك على اليوتيوب قناتي داخلة، الان مشترك، عندي سؤال بخصوص تسريب شحن هواوي ايجريت 7. اخي مسألة تسريب الشحن لا يمكنني ان اعطيك جواب جاهز، راه مسألة الأعطال وتشخيصها ومعرفة العطل لا يمكن أن أشخص له لك يا أخي في سؤال وجواب. التسريب له أسباب، يمكن الكونيكتور أو منفذ الشحن، يمكن القطع التي على، يمكن القطع التي على التوازي، يمكن الآي سي المنظم، يعني هناك أمور كثيرة، لا يمكن أن أقول لك ها هو العطل أن تفعل كذا وينحل المشكل. نعم أستاذ زيزولي، ممكن تعمل لنا مخطط عن دائرة إضاءات الاتش تي سي؟ أنني بحثت عنه إن شاء الله يا أخي، لا أستطيع أن أعيدك ولكن إن شاء الله. أخي عمر، أخي عمر والله سيكون لنا شرف عظيم أن تصعد معنا أو أن تظهر معنا على البث المباشر، بارك الله فيك أخي عمر. يعني إذا كان عندك مشكل يمكن أن تكتبه على التعليق، والله يعني شرف لي يا أخي، شرف لي، شرف لي أن أتكلم ونحاور ابن الأستاذ العملاق أحمد حسين رحمة الله. حياك الله يا جماعة. أخي
الحيوان لا يسحب، غيرت اي في الشحن نفس المشكله. بارك الله فيك اخي. الصوت باطي، ربما يا اخي الصوت من الشبكه ضعيفه. الصوت بارك الله فيكم جميعا. اخي عمر والله احاول يا اخي اضافتك، ولكن لا اعلم هل لا تصلك الاضافه ام ان هناك مشكله عندي. ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. الصوت ضعيف، الصوت ضعيف، يعني لا اعلم، الصوت ضعيف. ربما يا اخي من البت. اخي عمر يقول، يعني ابن الاستاذ احمد تحسين، يقول بان المهندس احمد تحسين بخير والحمد لله. ولكن يا اخي عمر، كنت ساكون سعيد جدا جدا لو انك ظهرت معنا على اللايف، يعني على البث المباشر يا اخي عمر، بارك الله فيك. اذا فابن الاستاذ احمد تحسين يبشرنا بان احمد تحسين بخير والحمد لله، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان نراه في القريب العاجل ان شاء الله. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعجل بشفائه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر وبهذا البث المباشر، ونتمنى التوفيق للجميع. وبارك الله فيكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.